القنوات الفضائيه بتقول انه يا اخي في عدد كبير جدا من الصحفيين جو غزو, يعني عملوا عمليه بتاعت غزو في القنوات بيبقوا قاعدين, فده يدل على انه يعني الصحفي الشامل كما يسمونه. فعايزين نشوف الحاجه دي من وجهه راي الصحفيين, يعني انتوا رايكم شنو على اول حاجه اطلاق لفظ الغزو ده كيف؟ والله طبعا انا شايفه انه الصحفي اللي عايز يبقى كده بيبقى, هذا دي ما صعب على فكره. يعني انت ممكن تمشي وتبقي مذيعه وتبقي صحفيه زي ناس كتار, يعني نسرين النمر اقرب مثال, تمام. الحاجه دي بتضيف ما بتخصم من الزول, بس ثاني بترجع للقناعات بينك وبين نفسك, هل انت يا رب انت بتقدري, هل انت بتعملي, يعني الحاجه دي لو انت عندك رغبه كده بتعمليها صح. يعني هسه انا لو من الوقت ده كنت مشيت وسكيت الحاجات دي وكده لحد هسه اللي لو عايزه يعني ممكن ألقى فرصة, ما يعني ما صعبة بالنسبة لي صح. بس أنا من جواي كده يعني حابة أكون كده, يمكن ده السبب أو يمكن لقدام أغير رأيي, يمكن أبقى كده ما معروف. لكن أنا في الوقت ذاك ما كنت بفكر, ما عشان أنا ما واثقة في نفسي, لا بالعكس أنا واثقة في نفسي جدا وقاعدة أقدم, قاعدة أقدم. يعني أنا زمان كنت يعني في بنات كده طلبة بقدم في المؤتمرات, بقدم بقوم بمسك مايك بديهم نصايح. يعني أقرب مثال هسه كنت في أطفال السكري, قمت وديتهم نصايح وعملت حوار بالميكروفون, يعني كنت كمذيعة. جميل, فهمتي؟ جميل خالص. فالحاجة دي بعملها, بثق في الحاجة دي. وبعدين لكن لو بطلت حبة الخوف؟ لا ما خايفة, ما خوف مني, بس أنا يمكن عدم حب أو ما أعرف والله. خلاص ما تعرفي. عدم رغبة يعني كذا. أيوة صح. ما خوف بس عدم رغبة شوية كذا. تمام. أنا بنظر لكلمة الغزو دي احتمال تكون جات في محلة لسبب واحد, إنه في كثير من القنوات أنا ما عايزة أظلمها لكن بتكون عندها قصور يعني في الأخبار في الإعداد في كذا. أنا كصحفية بقدر أشتغل تقرير, فبيخليني أشتغل تقرير ينزل في الجريدة, بيخليني أعد لي حلقة, بيخليني أعد لي نشرة أخبار, بيخليني أعمل حاجات كثيرة جدا. يعني يمكن المشكلة في القنوات, أنا عايزة ناس القنوات يفسروا ذاته معنى كلمة غزو دي وليه هم سمحوا لهم. إذا أصلا هو غزو أنت ليه بتسمح لهم؟ معناه التقصير عندك أنت, الكوادر اللي أنت عندك, عشان كده قمت استعنت بينا إحنا كصحفيين. يعني مثلا انت هسه كمذيعة او غيري انت كان جيتي مجال الصحافه بترجعي, لكن انا كصحفيه بقعد لانه بكون عارفه نفسي انا عايزه اعمل شنو. يعني احنا المذيعين ما ننفع, والله ما بقدر اتهمكم بكده, لكن انت وجهه نظري يعني انه الصحفي اين ما حطت به الرحال بيعرف يشتغل. لكن القنوات الفضائيه في مختلف العالم بتنظر للمذيع على اعتبار انه هو صحفي, هو صحفي بيقدر يحرر خبر, بيقدر يقراه, المفروض يكون هنا في القنوات, بيقدر المفروض يكون في قنواتنا السودانيه. يعني في كثير من البرامج على مستوى الاذاعه والتلفزيون بتكون عندها فقر بيجيبوا لك الاغاني دي, ما في اعداد ما في فكره. ليه يعني انت ما تستعين بجهه اعلاميه ثانيه؟ في النهايه انا بيعدوني انا اعلامي, انا مذيعه, انا صحفيه, انا اعلاميه شامله في النهايه. يعني طيب احنا لو حاولنا يا امنا نفصل الجدل ده نقول انه يا اخي هي كلها عمليه شامله, يعني انت قادر انك تعمل هنا وقادر انك تعمل هنا, على الاطلاق القصه ما فيها قصه انه انت غزيت مكاني وانا غزيت مكانك, في النهايه هي عمليه تكامليه رساليه في المقام الاول صح. انا طبعا انت لازم تقولي صح لا على فكره انا ما جيت القناه, يعني انا ما غزيت قناتكم يا ساره يعني كده بمزاج, ولا انا جاب نفسي استاذ حسين. يا سلام, يعني واسطة قوية. أي ليه أستاذ حسين هو بحب الصحفيين يشتغل معه في القناة صح. هو صحفي ما قالت تهاني, يعني عرفتي الصحفي بيكون عنده القدرة. يعني الصحفي لما يجي القناة ممكن يحرر لك خبر, ممكن يكتب لك تقرير, وممكن ينتج لك حلقة, وممكن يشتغل حوار مع زول بيسألك حلقة. يعني كده عرفت بيقدر, يعني عنده الإمكانية إنه يشتغل الحاجة دي كلها متكاملة مع بعض. لكن المذيع ما بيقدر يمشي حر, يعني يشتغل في جريدة زي ما قالت تهاني, يعني يطلع يعمل تقرير, يعمل حوار, يعمل كده. فالقنوات هي محتاجه للصحفيين, بما انه انت صحفيين باب الحوجه أيوة. ليهم. فبما انه انت صحفيين بتفتكروا انه يعني الصحفي يستطيع انه هو يعمل في اي مكان, لكن المذيع بالعكس. انا بقول بصفه انه انا واحده من المذيعين, يعني حتى الدورات التدريبيه اللي بياخذوها المذيعين في شتى المجالات بتثبت تماما انه مذيع الاخبار من الدرجة الأولى بيقدر إنه يحرر خبر, ممكن إنه يقرأ تقرير, ممكن يعمل فيلم وثائقي, ممكن يقدم برامج حوارية. على دون ذلك في مذيع المنوعات يصعب عليه إنه هو يدير كل الأشياء, لكن في النهاية بتبقى البداية إذا كانت بداية صحيحة من مذيع الأخبار بيبقى فعلا صحفي شامل عنده القدرة إنه يكتب التقارير الصحفية. أنا غايت دافعت عن ناسي بما أنه دافعت عن ناسي. خلونا نمشي للقيد الصحفي. أنتوا كصحفيين بتفتكروا أنه هل القيد الصحفي ممكن يقيم الصحفي؟ والله هو بيقيمه نوعا ما. يعني أنت هسه حاليا في صحفيين
ممكن يكون ما عندهم قيد صحفي مقيمين اكثر من زول عنده قيد صحفي زينا. في اهتمام بقيم ما بقيم الزول بقيمك شغلك بقيمك مكانتك بقيمك كده. القيد الصحفي ممكن يكون كمثلا بيضمن لك حاجات تانية. انت بتكون مثلا لو كتبت حاجه بتكون خلاص انت زول صحفي ما بزول يعني بيرجع لك خلاص عندك حريه انك تكتب. لكن كتقييم من وجهه نظري لا ما بقيم لانه اصلا ما بزول اوريدي بيكون عارفك انت عندك قيد صحفي ولا لا. الحاجات دي مكتوبه في ورق بتثبت وين يعني القيد الصحفي حد الصحفيين يعني. طيب انت بتستفيد منه شنو انت كصحفي؟ هي بيحفظ لك حقك يعني. انت ما عندك قيد صحفي مثلا لو دخلت في مشكله انت ما قاعد في سجلات الاتحاد العام للصحفيين فكيف حيقدر مثلا يدافع عنك؟ في حاجه ثانيه برضه البطاقه الصحفيه اللي بيديها الاتحاد العام للصحفيين انت اذا ما عندك قيد ما بتقدر تعمل حاجات كثيره مثلا اذا في تقديم لمنازل بيوت او سيارات او حاجات زي دي انت ببطاقتك الصحفيه اللي بتجددها كل سنه دي بتقدر تحصل على الحاجات دي. الحاجه الثانيه اذا يوم انت عندك قضيه كبيره شديد ما في زول بيقدر يدافع عنك الاتحاد بترافع عنك ولا الزول ده ما قاعد في سجلاتنا لكن قاعد في الجرائد احتمال مجامله من سيد الجريده احتمال كده يعني. لكن القيد الصحفي انا شايفاه مهم لكن لا يصنع الصحفي يعني. من ناحية تحريرية أنا ممكن أكون ما عندي غير صحفي ما هو في النهاية امتحان لكن بعد ذلك بتجي الحياة الثانية يعني أنت عندك حقوق تانية عند لكن الامتحان ده مش خاضع خاضع وفي ناس بياخدوها بالخبرة بالمناسبة ما كل الناس يعني أنت لك 10 سنة لك 15 سنة أنت ما بتجلس مع الناس مثلا في جيلنا أو الجيل الجاي جديد ده وكده ايوه بالخبره بيدوك لا عادي يعني لكن احتراف يعني كامتحان انا ما بشوفه بيقيم يعني اذا في زول مثلا رسب انا ما اشوف هذا ما صحفي يعني ما له علاقه بالقدرات ولا أيوة حتى ولا حتى بالشهادات يعني. الناس اللي لسه بيمتحنوا قيد صحفي أيوة ما ضروري يكون خريجين اعلام أيوة صحافه يعني في اذاعه وتلفزيون علوم سياسيه اداريه في ناس في من كليات ثانيه على فكره بيمتحنوا دي المزاحمه هو بس بيحفظ لك حقك زي ما قالت ايوه بس بيحفظ لك حقك يعني لو ناس الامن قبضوكي فالاتحاد تكون عندك يعني كده شويه ما في زي بيقدر يظهر مع انه ضعيف شويه يعني هسه انا ابوي اشتغل برا السودان ما اشتغل في السودان صحفي ولما جاء اخذ بالاحتراف تمام ممتاز. طيب الصحافه نفسها جوا عندها اقسام عديده متنوعه وبرضه بتخضع لعمليه التجنيس يعني لو احنا لقينا في الرياضه في بيت فبنتعامل معاها كانها هي ما عندها الفكره الكافيه وما عندها المعرفه الكافيه في القصه دي بتعانوا من القصه دي انتوا ولا خلاص عديتوا المرحله دي بقت بالنسبه لكم الاشياء دي عاديه؟ والله طبعا دائما الصحفيه الرياضيه انا بالنسبه لي زلمه مميزه على فكره لانه بحس انها ما شاء الله يعني فايتانه ما اكذب عليك بحس انها هي فايتانه بحاجات برغم انه ممكن تكون هي في حاجات من عملها نحن ما بتكون عارفاها يعني ما بتكون بتقدر تعملها. الصحفيه الرياضيه مميزه في انها اقرب لانها بتعرف الملاعب بتعرف اللعيبه يعني اقرب لشغل الصحفي الرياضي الراجل يعني تمام يعني دي الحاجه اللي ممكن تكون بتميزها. لكن بالعكس نحن اي زول عنده ما عندنا يعني اي زول عنده خبرته اي زول عنده مجاله نحن برانا هم براهم يعني فما في حتى ما بيناتنا في قيود ما في حاجات داخله بيناتنا. رايكم انه في اي قسم برعت او برعت المراه في 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 الصحافه في كل الاقسام والله يعني هي قدرت تعمل تحقيق وقدرت تمشي الملعب تقعد في نص الرجال وتصور او تجيب الخبر دخلت المحكمه جابت خبر بتاع الجريمه مع الراجل سوا بتكون قاعده يعني. يمكن المراه في الحته دي هي والرجل كاسنان النشط انا بالنسبه لي يعني تساوت معه. هسه انا شايفه كان عندكم مصوره برضه هذا يعني قدرت تخش في كل المجالات يعني الصح الاعلام بالتحديد ما عنده تجنيس يعني بدل انه هسه الاعلاميه لنا اسمها لنا هنا يعقوب هي بتمشي محل النزاعات عشان تجيب الاخبار هي مراسله وفي نفس الوقت كانت زوله صحفيه فالاعلام ما بيعيق غايته ما عنده تجنيس فتره من الفترات كانت مقدمه برامج في أيوة يعني بتخش الاستوديو بتمشي مع ناس الحرب عادي فهي نجحت. فانا ما شايفه انه في تمييز بين الحاجات دي ويمكن ادم يزعل لكن احنا معاه يعني في الاعلام ده في اي طريقه يخش احنا وراه اي أيوة. في الاعلام بس ايوه في اي محل رايك شنو هي النقطه الفاصله بس فعلا المجال الرياضي يعني اي واحده بتخش المجال الرياضي وتبقى صحفيه رياضيه دي بتكون مميزه لكن اي قسم ثاني منوعات سياسي اجتماعي تحقيقات عادي يعني لكن الوحيد الصعب فعلا وعلي انا ذات صعب القسم الرياضي صعب شديد بعدين مصمت الحنيه الكوره دي صعب صعب يعني. طيب يعني انت تحدثت عن الشموليه قلت انه اعلامي شامل الاعلامي مش في الاقسام في ممارسه العمل لكن الشموليه برضه بتخضع لعمليه الافكار يعني انت لازم معلومات ايوه يعني لازم تكون افكارك شامله. ليه ما بتعرفي رياضه؟ ممكن اتكلم لك يعني معلومات عامه ولا لاعب منو لعبت منو دور شنو كده حياه العامه لكن ما بتقدر تحللي لكن كوني انك تمشي يعني كده تجيب خبر وتمشي الملعب وتحضر الكوره وكده ما عندي رياء اخلاق ما بقدر.
طيب يعني هسه انا عايزه اقول انه مثلا قسم الجريمه هسه لما انا اشتغلت فيه يعني لما اقول دار اتنقل قسم ثاني بيقولوا لي انت ما في زول بيقدر يشتغل نفس مجال يعني ما بيقدر يكتب خبر زي ده ما في زول بيقدر يعمل حاجه زي دي فحتى القسم يعني بتلقي مرات الحاجه دي بتكون صعبه على الناس الثانيين. طيب تفضلي. كده يعني الاختلاف دائما بيكون في الحاجه دي يعني انا ما مقاطعه للصحف الرياضيه لكن بس حبيت اذكر النقطه دي لانه حتى في اخبار الجريمه بتكون في حاجات صعبه ما اسي الجريمه دي عليها. يعني تحديدا دي ذاتها ممكن يكون برضو فيها نسبه صعوبه للبيت يعني انها هي تخش القسم ده تمشي تجيب الخبر من حيث ما كان وانت قلتي في البدايه كنت بتبكي معاهم يعني فمعناها حصلت لك قوه كده في البحث يعني انا لما القاضي يجي يقول حكمت على ادب الاعدام بتخلع بقعد دبكي بكون مش ده طبيعي ايوه طبيعي لكن انا ما غريب علي كان يعني في الاول بس قسم الجريمه صعب لانه بتلقي العساكر والمسدسات وانت داخله يعني اذا ما عندك قوه ما بتقدري تعملي حاجه زي دي اذا ما عندك علاقات اذا ما بتقدري تمشي تتكلمي مع المحامي الديني بثقه ما بتقدري تعملي بعدين يعني اقل غلط نحن قسم الجريمه ما كله قتل وضبح لا لا في حاجات في اختلاسات في شركات صح. تمام في اختلاسات يعني انت لو ما كنت دقيقه عشان تكتبي كلام المراجع العامل بتقال في الجلسه فممكن رقم واحد فاصلة بوينت واحد ممكن يوديك في 60 دقيقة تفصل في قسم ثاني برضه صعب ما مقاطعة في قسم التحقيقات قسم التحقيقات ده من أصعب الأقسام الصحفية بعد الجريمة أنا شايفها أيوة. يعني أنت ممكن تتعرض لحاجات كثيرة أنا واحدة من الناس مرطة في تحقيق يعني كان يعني تحقيق عن الصرف الصحي وكده ومشيت الوحدات وشنو فحقيقي كده بقى بيد عيان يعني بسبب التحقيق لكن كنت مصرة إنه أنا أكمل التحقيق ده وأشتغل وأحل معاناة الناس يعني وحليتها يعني ومرات برضو بتجيك قضايا كده من ناس مثلا في قبل كده انا يعني حليت مشكله في دنقله ناس كان بيناتهم حرب عديل ماتوا بسبب الارض وكده انا بتحقيق اللي انا كتبته والصوره اللي انا نشرتها رفع عنه الحظر والناس خلاص يعني بقت حلت المشكله اتحلت المشكله دي حاجه مهمه يعني مهمه بين المشاكل المجتمع خالص يعني. لكن بس المشكله وين في انه ما بتلقي المعلومات اللي بدك اياها او في عدم النشر بتواجهك مشكلتين في قسم التحقيقات يعني انت عشان تجيبي معلومه دائما تحقيقك ده ما بتلقي حتى لو مشيتي مؤسسات حكوميه او الوزارات ما بدك معلومه يعني حقيقيه عشان تقدري دائما تحقيقك او بعد ما جمعت المعلومات دي لو بقى فيها اي حاجه او خطوره او كده ما خلت تنشريها ايوه اصعب موقف ممكن يكون مر بكل واحده فيكم في مجال الصحافه في كل قسم من الاقسام اللي انتم مريتوا عليها والله طبعا اصعب حاجه انك يعني لما تجي في البدايه يعني دائما بتكون في صعوبه لما تكوني يعني انا اصعب حاجه ممكن تكون واجهتني لما اجي مثلا زي الاخبار بتاعت الاختلاسات اللي قلتها قبل بكون خايفه شديد لما اكون يا ربي هو قال شنو قبل يا ربي كلامه يا ربي كده يعني بكون خايفه انه دي بالمناسبه حاجه مرعبه جدا بتكوني ماشيه الجريده وانت بتكتبي خبر برغم انك حضرتيه لكن بتكوني خايفه الدقه يعني الدقه لما تكون ارقام كثيره شديد 4 مليار كده حاجه زي دي زول اختلسه فبتكوني خايفه انه ثاني يوم لما ينزل الخبر الحمد لله كان كويس بتكوني خايفه عدى على خير لما تلقي انه ما في زول اتصل عليك يعني انا مره كتبت في لاعب من غير ذكر الاسماء كنت في الوقت ذاك في الانتباه كتبت انه اختلس من زول 100 مليون فنزلت في الصفحه الاولى يعني هو حاليا مدرب ما في داعي لكده المهم عمل معي مشكله كبيره جدا يعني ليه نزلت اسمي وفضحتيني وانا اهلي ما عارفيني وكده يعني وانا ما كنت بعمل كده قلت له عاين انا حاجه زي دي انت مش شفتني انا مجد للمحكمه حضرتها كان توقفني انت مش خليتني انا خشيت ومجد يلا تعالى ما تسالني فالحاجه دي ممكن تكون بتازمك مع الناس التانيين يعني كمية شكلها من المواقف وانت تعاني هي ما مواقف لكن أصعب حاجة عندي إنه أنا أظلم زول يعني إنه أنا أكتب حاجة عن مثلا فنان أو شاعر أو كده أنتقده أو بعد ذاك ضميري أنبني ما بعتذر بالشكل المعروف لكن بحاول إنه أنا أغطي مثلا غلطة ده بحاجة تانية أنزل له خبر كده لكن بالتلفون كده أقول له أنا آسفة وكده دي صعبة شديد لكن ممكن بعد ذلك لو عمل حاجة تانية أنا سمحة ودي حصلت معي قبل كده دخلت في كيس كبير مع فنان كبير جدا والغلط كان مني صراحة بعد ذلك جيت قدمت له الاعتذار حليت الإشكال وكانت دي أصعب حاجة يعني خصمت مني حسيت إنه أنا خصمت مني كتير وإنه أنا ما كان مفروض أكتب كده أو ما مفروض أقول كده يعني عاتبت نفسي لكن تاني بعد ذلك خلاص هو غلطة وإنت بتتعلم منها أيوة بتتعلم منها يعني عملة انا كان في كتابة التقارير يعني لانه التقرير كله تصريحات سياسيه وقال الوزير وقال الرئيس وكده ف
يعني حاجة مخيفة وصعبة إنك تقومي تجيبي كلام الرئيس قال ولا الوزير الفلاني صرح ولا كده، لازم تضبطيه وتقوليه وزدتي كلمة نقصتيها. يعني الكلام ده كله بيقروه طبعا مقرأ الناس، والرئيس ذاته بيقراه وممكن ولا الوزير يقراه طبعا يجيبوك انت. ايوه طوالي بيجيبوك ويجيبوا رئيس التحرير وهنا مالا وقصة. ايوه قصة. الحاجة الثانية كانت مرة كده زعلتني شديد صراحة، اتصلت على زول كنت عايزة اخذ منه افادة للتقرير، فشكله عنده مشكلة مع الوان ومع تلسين كده. فبعد ما اخذ على فكرة يا عم انا بس دار اضيف لك معلومة، يعني لما توطي صوتك في ان انت ما عايزة تعلي الخبر ده هو واضح للنسبة للناس لانه المايك قاعد. ايوه انا ما عندي مشكلة، انا ما عندي بس دي انا برضه صوت برابطه. فشنو بعد ما اتكلمت معاه واداني معلومات قال لي انت من قلت له عم حسن جيز الوان جريدة الوان وما زفاني ليك زف وشاكني ليك يعني شكل انا انا زعلت والله انا لو بكيت اليوم ده يعني شاكني بجد بجد يعني شكل كده. وعنف الاسلامي هو كان زول من اليسارين ديل صباري يعني ونبذ ليك الاسلاميين ونبذ يعني ما خلى حاجه دركت الموقف أنا كيف قلت اعتذرت له طبعا قلت له خلاص. قال لي انت كان اول تقول لي انك انت كده 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 قلت له انت ودت نفسها اصلا يعني هاجمتني على طول قلت له على اي حال انسى الموضوع وانا كانت ما بكتب ولا بشتغل. طيب ما واجهتك اشكاليه يا امنه في انه انت كيف تعدي سكريبت بتاع حلقه، كيف تقدري توافقي يعني بفكره البرنامج وفكره البرامج اللي انت خدتينك فيها، كيف انه انت تقدري تجيب الفكره كما ينبغي، وكيف تقدري تقري نفسيات المذيعين اللي قاعدين معك عشان تقدري تقدمي لكل زول محور يتناسب مع طريقه تفكيره وادائه برضه في المقام الاول. فعلا فعلا هو هي الحاجه صعبه في الاول يعني لانك انت مثلا بتكون عايزه تعرفي اكثر حاجه بتواجهك او واجهتني انا المذيعين يعني انا مثلا يعني ما بتكون علاقتك مع المذيعين كلها انت قريبه منهم وصديقتهم كده في الاول بالذات يعني ما بتكوني عارفاهم يعني توجهاتهم شنو افكارهم وثقافتهم يعني لحد وين وفي اتجاه وكده عشان تديه الحاجه اللي بتناسبه. لكن كنت بس بعتمد يعني على زملائي يعني معي في قسم الاعداد هم راضي بمشاهدتي للحلقات يعني والقناه. تمام. طيب عموما يا جماعه احنا يعني طالما انه كلنا مخرطين في الواقع السوداني في المجتمع السوداني احيانا بتحصل لنا بعض ال ال, ال الإيمالات يعني إحنا بنميل لاتجاه محدد كده كل زول بيكون عنده إحنا بيكون عنده انتماء بيكون عنده فكرة تجاه حزب ما أو منظومة سياسية ما أو أي شيء ما. إلى أي مدى ممكن الحاجة دي تأثر في كتابات الصحفي وفي شفافيته وفي قلمه؟ أول حاجة انحيادية شديد ما عندي أي حزب منتمي له. تمام. الحاجة دي ممكن تأثر شديد لأنه ممكن تلقي زول معارض ما يعني ما يوافق قرار في إنك أنت واقفة مع الحاجة دي تعمل لك مشاكل. الحاجة دي أنا ما بشجعها، بشوف إنه الصحفي المفروض يكون زول حيادي يعني بصراحة لأنه أنت انتمائك لحاجة بتخلي زول تاني يخترق أو زول يفكر فيه غلط. تمام. فأنت خليك زول محايد قول الحق قول الصح وخلي الغلط يعني. فهسه في كتب بتاعين أعمدة متهمين إنهم بيعملوا لصالح حاجات تانية ميولاتهم. أيوة ميولات تانية. ففي ناس بيقولوا بياخدوا عليها، في ناس بيقولوا دي متهمين يعني بالحاجات دي. فحتى المواطن بقى يعرف ده بقول لك بيكتب الحاجة دي صح كده. فبالمناسبة إنك أنت يعني أنا الصحفي شايفة إنه المواطن هو اللي بيرفعه هو اللي بينزله. فأنت طالما المواطن هو داير الحاجة دي فأنت عامل الحاجة بتريحه، لأنه إحنا لما طلعنا ما طلعنا عشان روحنا طلعنا عشان الناس صح. تمام. فأنا آخر أنا بتذكر كتبت تقرير لدار المسنين بجد كنت واقفة معهم، فالحاجة دي عملت لي جابت لي تبرعات من برا السودان يمكن قريب للأربعين مليون. الحاجة دي فرحتني شديد لأنه حسيت إنه أنا عملت حاجة يعني ده ميول إنساني. أيوة ميول إنساني. أنا دائما بميل يعني للجانب الإنساني العمل التطوعي. أنا ناس عندي جروبات كثيرة جدا لو عندهم أي عمل تطوعي بيعملوه بدقوا لي يا مي أروح معانا. تمام. يعني أسي حاليا أنا بشتغل للشباب، بكتب أعمدة للشباب اللي ما قادرين يتزوجوا، للشباب اللي ما بقيت معهم. يعني أنا عندي عمود نزل لي قبل فترة فكان عمل شير في كل الجروبات عمل لي مشاركة كثيرة يعني. تمام. تهاني والله نكرين الميول ما خلت حاجة، لكن الميول ده أصلا فعلا زي ما قالت مي ما بيصير إلا في كتابة العمود فقط، لأنه القوالب الصحفية الثانية هي الخبر المقدس والتعليق حر، التعليق ده اللي هو مقصود به يعني العمود وكذا. ما قادرة أتكلم كتير لأنه أنا كنت عايزة أقوله ما قالت صحفيين كذا أصلا. أيوة. هي المهنية قرأت أفكاري كثير من الصحفيين عدم المهنية. أيوة. يعني
يعني ما في زول ما عنده توجه. نعم. وده قاعد يتعكس كثير في كتابات الناس. وده بسبب له مشكله حتى مع القارئ يعني. لانه القارئ بيكون عارف يميز انه فلان كده فلان صحفي شيوعي اسلامي كده صح يعني, وبيخليك انت بس في مع ناس معينين او عندك مشجعين يعني كده الحاجه دي ممكن تظهر في التغطيات الصحفيه, لكن ده يعني ما عنده يعني. المفروض زول يكون مهني يشتغل. حتى لو انا مثلا عندي توجه لما اجي اكتب بنسى كل حاجه يعني انا. طيب لكن برضو انا افتكر انه المتلقي برضو عنده دور في القصه دي. المتلقي ما قاعد يعترف بانه يا اخي الاعلامي بالضروره انه يكون حيادي. قاعد يعترف بانه يعني يفتكر انه هو صوته الفردي ده هو صوت الاطلاق على الاطلاق. أيوة. يعني انا افتكر انه انا ليله ضد الحكومه, وبالتالي المفروض انه كل الناس تكون ضد. انا مع النظام, المفروض تكون كل الناس مع النظام. ليه؟ لاعتباراتي انا الشخصيه. فبالتالي المتلقي قاعد يكون عنده دور كبير جدا, حتى لانه تحيزاته في انه والله الجريده دي بتكتب لناسا والجريدة دي بتكتب لناسا. فدي الإشكالية اللي احنا بنعاني منها في السودان. في ظل كل الظروف دي بتبقى انه برضو في إشكالية الصحافة الإلكترونية اللي يمكن تكون إلى حد كبير تغض على الصحافة الورقية, وخلت انه الناس تميل دائما لانه الخبر تقراه من بالليل قبل ما تمشي بكرة عشان تمشي تشتريه بجنيه ولا بكم اتنين بعشر جنيه. كلامك صح, لكن حقاطعك في حاجة. طيب. صح, هاي الخبر بينزل في الفيسبوك لكن برضو الناس ما بتصدق يعني. برضو الجريدة بتثبت لك انها في مصداقية, فهمتي علي؟ يعني الناس لما يجي ينزل خبر بيقول يا ربي صح كده, نقرأ الجرايد بكرة نشوفه صح ولا غلط. صح, اي الخبر بينزل وطغط عليه كتير, لكن برضو الصحافة عندها مكانتها صح. لسه موجودة ايام. أيوة. المكانة المصداقية بتاعتها. فالناس لما تقرأ خبر في الفيسبوك ما قاعدين يصدقوا, في الواتساب ما قاعدين يصدقوا, لكن لما يشوفوا في جريدة خلاص. لا, هي قصد الصحافة الإلكترونية. مثلا أنا واحدة من الناس اللي اشتغلت في الصحافة الإلكترونية. أنا فهمت عليك. يعني بعد ما جيت رجعت تاني شغالة في الصحافة الورقية حسيت نفسي كأني في العصر الحجري, لأنه أنا بكون قاعدة مثلا في مؤتمر صحفي ولا حاجة, تلفوني عندي بكتب التقرير وبرسل وبينزل هسي, بيتجي الجرايد بعدك بكرة بتجيب الخبر اللي انا هسي او التقرير اللي انا كتبته هسي, بيشيروا لي انا بيقولوا مثلا نقلا عن موقع كده اللي امبارح قال كده عشان. لكن بعد ذاك الصحافه الورقيه اكيد هي عندها ناسها وعندها قراء, ولحد هسي الناس ما قدرت تعترف اعتراف كل بالصحافه الالكترونيه, بدل انه انت لو شيرتي حاجه في صفحتك هم دايرين صورتك ودايرين صوره الموضوع مصور بيقروا, لكن لو رسلت لهم مثلا رابط ما بيقروا ما بيفتحوا المرجعيه. ايوه, فالناس شويه كده لسه ما قدرت يعني تتاقلم على الحس. هي مصداقيه فعلا الصحافه الالكترونيه يعني مهما ينزل خبر في موقع او جاء في الواتساب او في الفيس, فالناس بتكون متشككه الى ان يثبت بكره في الجريده الورقيه انه كده كده جاب. بعد خلاص انا بتاكد برضه من جماليات المتلقي السوداني انه بيثق ثقه كبيره جدا في الاعلام. نعم. يعني لما يقول لك والله الخبر ده انا سمعته في الاخبار معناه هو صح مطلق, يقول لك انا قريته في الجريده برضه معناه هو صح مطلق. يعني بيرجعوا لك في اي حاجه لو نزلت حد بيرجعوا لك بيقول لك صحيح صحيح ما الحاجه دي حصلت يعني كده. جميل. طيب انا والله اسفه لكن يبدو انه الزمن انتهى. وقبل ما يكون الزمن انتهى, في كثير من الشابات والصبيات اللي ممكن يكونوا بتابعونا وعندهم فكره رغبه حب انه واحده فيهم تكون كاتبه صحفيه, فبالتاكيد بتكون محتاجه لرشدة كبسوله نصيحه بنقدم عليها عشان نقدر نبهد لها طريق. اكيد هو مليان بالعثرات, لكن برضو المحبه بتصنع دور كبير جدا في النجاح. اكيد طبعا. انا نصيحتي لاي زول مبتدئ دار يعني حابه المجال حابه تدخل, انه الحد تكون واثقه في نفسها شديد, تكون جريئه, ما في زول ياثر عليها. اهم شيء لانه احنا محاطين بعالم المحبط شديد يعني ما كذب عليك. فانت خليكي زول عندك هدف, حددي هدفك وخشي عن ثقه واعملي حاجه دايراها ما بتجيك عوجه. يا سلام يا سلام. انا برضو بقول لهم يعني لو كانوا بنات او اولاد كونوا انتم, يعني ما تقول انا عايز اكون زي الكاتب الفلاني او الكاتب الفلاني, لا, اصنع مملكه حقتك انت, اصنع اسمك انت, امشي في مشوارك ثابر, داك ما ثابر وجاب اسمه انت كمان, ما تمشي على ضوء, امشي على ضوءك انت, لكن استفيد من خبرات الناس اللي فاتوك وكذا. يعني دي نصيحتي لهم, واقول لهم برضو الطريق ده يعني مهما انت تعثرت ومهما اسمك ما نزل ومهما يعني واجهتك حاجات كثيره في بداياتك, تاكد انه دي بدايه للنجاح. تمام. بقول لهم اهم حاجه الرغبه والحب, يعني لانه الاعلام رساله, يعني انت عشان تمشي فيه لازم يكون تكون بتحبه, ولازم يكون عندك رساله عايز تصل لها, لانه ما في حافز مادي على فكره يعني حتشتغل من المبدا ده عشان تمشي فيه كويس. انا سعيدة جدا والله بالحوار معاكم, سعيدة جدا في انه انا يعني اقدر اخذ منكم معلومات يمكن اكون ما كنت عارفاها قبل كده. لكن على ذكر الصحافه والصحفيين, خلونا برضو يعني نوصل تحيه
عطره وجميله لزملائنا الموجودين معنا في القناه منهم استاذ بكري المدني والانسان التي احب يعني كما احب ان ادعي اناديها دائما ماما لبنى خيري. تحيه لها طبعا وتحيه لها اينما وجدت واتمنى لها دائما كل التوفيق والنجاح. شكرا لك جزيلا معز الدين، كنت ضيفه جميله وعزيزه واتمنى انه انت تستفيدي من صوتك. والله تسلمي كثير، وانا كمان سعيده بك جدا لانك انت زولة ما شاء الله يعني ما فيك كلام، فان شاء الله باذن الله بحاول بعد كلامك ده لازم يعني تديني دفعه. شكرا لك تهاني. شكرا لك وسعيده بالاستضافه، وان شاء الله نكون اثرنا الحلقه بمعلومات وبكلام جميل يعني. ان شاء الله. شكرا لك يا امونه. طبعا الحوار كان معك ممتع شديد. يا سلام يا اخي، متميزه صراحه يعني ما كسرت لك، لكن انا يعني بهتم شديد وعندي قدرات كويسه. يا سلام، انفع يعني. لا لا ممتازه والله ما تكرر. شكرا لكم وشكرا لكل من تابع المساحه دي ويصالوا صبايا ومدر. دائما ما نكون حريصين جدا ان نبرز جوانب الصبيه السودانيه في كل جوانب حياتها المختلفه، انه هي قادره متميزه مثابره متهده، ونحاول جاهدين دائما ان نلغي عمليه التجنيس التي تخضع عليها جميع المهن التي يمتهن النساء هذه المهن. نؤكد ونزيد تأكيدا أنه إحنا عندنا كثير من الشابات في السودان ما لقوا فرصتهم عشان يقدروا يبرزوا إمكانياتهم بشكل واضح بشكل جميل يقدر يستفيد منها المجتمع السوداني. شكرا لفريق العمل وشكرا للمعدة الجميلة سحر. نتمنى أن نلتقي في مساحة أوسع مع نموذج جديد ومساحة أوسع بالتحكيد. لحن الختام متروك للكنترول، نستمتع بهذا الاختيار. إلى جديد الملتقى، إلى اللقاء. العزيزة العزيزة ما بتسأل عن ظروفنا، الوحيدة الوحيدة الطالع عشان جيتك وقوفنا، الوحيدة ما بتحاول اليوم تشوفنا. الوحيد اللي ما بتحاول يوم تشوفنا. فيها العزيز.
دي الوحيدة اللي ما بتحاول اليوم تشوفنا. Keep up.